هذا الشنط جازت على بالدشرد من ضمن شرد الناس اللي حواليه كلهم اللي منا وشرد شرد واللي جيراننا اللي في جنبنا لسه ما حداش طلع. قلنا علشان ايش اللي شردوا الجماعة اللي في جنبنا حتى احنا نشرد، يعني بنضلنا قاعدين ناطرين هنا شو بدنا نسوي. عايشين في رعب والحمد لله، وطول الليل واحنا خايفين، كل ما تسمع دبة صاروخ نخاف والطنيات يصرخوا، وايش بدنا نسوي؟ هذا حال الدنيا يعني. بس احنا علينا، احنا على الشعب الفلسطيني العرب، على الشعب الفلسطيني كليته. وانا بتمنى من الاخوه العرب انهم يوقفوا معانا وقفه رجل واحد، ويوقفوا معانا احنا غلبانين وربنا بيعلم فينا. كلهم حاطين ايديهم في مي بسقعه، واحنا الماكلينها هنا، ليش شم هيك؟ ما يوقف الاخو الا الشعب الاسلامي كله يقف مع بعضه. والله هينا مجازين عدتنا، هينا لسه في الشنات والله ما نطلح، لانه بضمنش كمان شويه تنقلب الدنيا، تنقلب تاني بضمنش الوقت. والتهدى ممكن تهدى ساعتين ثلاثة، ممكن يرجع الوضع ثاني، الله أعلم سبحانه وتعالى. لأن اليهود نفسهم ما عندهم مثل مساق ولا عندهم عهود أبدا، بقول الكلمة بغيره بعد شوية بغيره.